السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مع بعض في أومز لا فور كلوزد سيركت، قانون أوم للدوائر المغلقة. عشان تراجع الدرس ده لازم تبقى فاكر أربع أفكار هرتبهم معاك النهاردة. نتوكل على الله مع بعض. الفكرة الأولى، لازم تبقى عارف القانون شكله إيه. I equals VB over R external plus R small. External resistance وال internal resistance. ولازم تبقى عارف الرقم اللي مكتوب على البطارية اسمه EMF، القوة الدفع الكهربية بتاعت البطارية، بتساوي terminal potential plus lost potential. الterminal potential هو الفولتج اللي السيركت استهلكته بحق وحقيقي، واللوست بوتنشال التائه الضائع واللي ضاع. مين اللي خد الفولتج ده؟ مين اللي خد الجهد ده؟ الانترنال ريزيستنس بتاعت البطاريه. اوعى تنسى ان التيرمينال بوتنشال بيساوي اي ار اكسترنال، اي هو الكرنت والار اكسترنال اللي هي الاكسترنال ريزيستنس، واللوست بوتنشال اي ار سمول. بص لي، لما نيجي نتفرج على القانون ده الاقي ادي الاي وادي الار، ما يصحش اقول ان العلاقه بينهم انفرسلي بروبورشنال. ليه؟ على الرغم ان الاي في النيوميريتور والار في الدينومينيتور. وما ينفعش اقول ان الاي والانترنال ريزيستنس انفرسلي بروبورشنال. ليه؟ لنفس السبب، طالما في بلس يبقى البروبورشناليتي باظت. ولكن اقدر اقول ان كل ما الريزيستنس الاكسترنال تزيد الكرنت هيقل، كل ما الفاليو اوف انترنال ريزيستنس تزيد الكرنت هيقل. ده منطقي، لكن البروبورشناليتي مع مين؟ مع الاثنين دول مع بعض. البروبورشناليتي مع الاثنين دول مع بعض. اوكي، السؤال الاول، the intensity of the current that flows through the battery after closing its external circuit is inversely proportional. Inversely proportional. هل مع الـ EMF؟ طبعا غلط خالص. هل مع الـ internal resistance؟ اتفقنا، طالما قال لي inversely proportional فالـ proportionality لا موجودة مع الـ internal resistance ولا موجودة مع الـ external resistance، ولكن الـ proportionality موجودة مع الـ total resistance of the circuit. السؤال ده، in the opposite electric circuit when the switch S is closed then. كويس، لو انا كلوست الكي ده اصبح ايه؟ اصبحت ال R2 وال R3 they are connected in parallel. ده هيؤدي ان ايه اللي يحصل؟ الريزيستنس بتقل. طيب واذا كانت الريزيستنس قلت ده هيحصل ايه؟ يبقى الكرنت هنا هيزيد. حلو، يبقى الفولتج اللي خدته الريزيستنس ار 1 هيزيد. لو بابا بيوزع فلوس، سي كان بابا بيوزع 20 جنيه، ايه اللي حصل؟ الواد ده خد مصروف اعلى، فالمتبقي من فلوس بابا يقل، فالريدنج اوف فولت ميتر ديكريسس، وبناء عليه يبقى ذا ريدنج اوف فولت ميتر ديكريسس and the ammeter reading increases، اللي هي تبقى الإجابة letter B. next، and the opposite electric circuit if the internal resistance of the battery 2 ohms. so the reading of both ammeter and voltmeter when the switch K is closed. طيب لو كلوزنا كده أصبح إيه؟ أصبحت الـ 6 ohms والـ 6 ohms they are connected in parallel، فيبقى الـ R total بتاعتهم بتساوي 3 ohms. parallel ليه؟ يا عم ما الكرنت جاي من هنا كان اسمه I، اتوزع حبة فوق اسمهم I1 وحبة تحت اسمهم I2 لأن دي node. كويس، يبقى الـ 6 والـ 6 connected in parallel، فالـ equivalent resistance بتاعتهم بـ 3 ohms. كويس، ما تنساش ان انا عندي الانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري ب 2 اومز، يبقى انا اقدر اقول يبقى دي الار اكسترنال طبعا، يبقى الار توتال بتاعت السيركت بتساوي كام؟ 3 اومز
بلس 2 فتطلع بتساوي 5 اومز. دي الار توتال. تيجي نجيب الكرنت اللي هيمشي في السيركت فيطلع الكرنت اللي هيمشي في السيركت بيساوي في بي اوفر الار توتال فيطلع ان الكرنت ب 0.4 امبير. ايه ده؟ ده التوتال كرنت اللي طالع من هنا هيبقى 0.4. حابة يطلعوا فوق 0.2 وحابة ينزلوا تحت 0.2 بالشكل ده. اوكي؟ يبقى الاميتر ريدنج هتبقى كام؟ هتبقى 0.2. لو حبينا نجيب الفولت ميتر ريدنج فهتساوي اي ار. الاي بكام؟ 0.2 × 6 فتطلع 1.2 فولت. دي الريدنج اوف فولت ميتر اكروس الريزيستور ال 6 اوم. فيبقى بالكلام ده يبقى الاميتر ريدنج هتبقى 2 امبير والفولت ميتر ريدنج هتبقى 1.2 فولت. لو رجعنا كده واتفرجنا عليها تمام، احنا اتفقنا ان هنا هيبقى 0.2 × 6 فتطلع ال 0.2 × 6 فيطلع ب 1.2 فولت. اوكي تمام. غيره الفكره الثانيه، لو انا عندي بطاريه بتتشحن، لو تفتكر لو بتساعد ماما ولا بابا كده، لو العربيه جت الصبح مش عايزه تدور فوقفنا واحد قلنا له النبي ساعدنا فجينا نشحن البطاريه، لازم تعمل حسابك وانت بتشحن البطاريه لبهدل الدنيا، معاك كابل وهو معاه كابل، تحط بوزيتيف البطاريه الاولى مع بوزيتيف البطاريه الثانيه ونيجاتيف البطاريه الاولى مع نيجاتيف البطاريه الثانيه. خلي بالك بقى هنا ان بيبقى في بطاريه بتشحن بطاريه، ولما الاقي بوزيتيف مع بوزيتيف ونيجاتيف مع نيجاتيف يبقى تعرف ان هنا عندي تشارجنج لباتري. كويس، تعالوا بقى للاكزامبل ده اللي هيوضح ثلاث افكار. واحد، هنا عندي في 1 وعندي دي بي 1. ذا ريليشن بتوين دي بي 1 اند في 1، خلي بالك هنا بقى دي بتتميز ايه؟ ان الانترنال ريزيستنس بتساوي زيرو فما فيش لوس. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان لو بابا بيوزع 20 جنيه لو حطيت الفولتميتر اكروس ذا تو تيرمينالز، بابا اللي بيوزع 20 جنيه ده اللي هو الاي ام اف، لو حطيت الفولتميتر اكروس البطاريه دي او تمام وين ذير از ا كارنت فلوس ثرو ذا سيركت فيقرا مين؟ فيقرا التيرمينال بوتنشال. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني ال في بي 1 ايكوالز في بي 2. طيب هنا بقى ايه اللي حصل في فيجر 2؟ معايا بطاريتين يا محترمين، البطاريه في بي 3 قيمتها في بي وفي بي 2 2 في بي. وخلي بالك بوزيتيف البطاريه 2 كونكتد مع بوزيتيف البطاريه 3 ونيجاتيف البطاريه 2 كونكتد مع نيجاتيف البطاريه 3، يبقى في شحن. واكيد ال 2 في بي اللي هي الفي بي 2 الاكبر في الفولتج بتشحن الصغير. لو انا حطيت الفولتميتر اكروس البطاريه اللي بتشحن اللي هي هاي فولتج فيبقى الفولت ميتر اكروس البطاريه وين زير ذا كارنت باسس ثرو ذا سيركت يديني مين؟ يديني التيرمينال بوتنشال. والتيرمينال بوتنشال بيساوي مين؟ بيساوي اي ام اف ماينس لوست بوتنشال. يبقى لازم تبقى عارف ان دايما التيرمينال بوتنشال اقل من الاي ام اف في الحالة دي، يبقى الـ V2 أقل من الـ VB2. طيب إيه رأيك بقى في البطارية اللي بتتشحن؟ طالما بتتشحن يبقى Terminal Potential بيساوي EMF Plus Lost Potential. وخلي بالك دي الحالة الوحيدة اللي ألاقي فيها التيرمينال بوتنشيال أكبر من الـ EMF، ودي تحصل إمتى؟ لو عندي بطارية بتتشحن. جميل، يبقى في الحالة دي الـ V3 هو التيرمينال بوتنشيال هيبقى أكبر من الـ VB3. جميل وزي الفل. تعالوا لي هنا The opposite electric circuit the voltmeter is. حلو، تعالوا كده الأول واحدة واحدة.
واحده واحده اجيب التوتال اي ام اف البي بي بي توتال بتساوي انا معايا بوزيتيف واحده مع نيجاتيف واحده يبقى اذا واحده 5 فولت وواحده 2 فولت يبقى ال 5 فولت بتشحن ال 2 فولت 5 ماينس 2 فيديني التوتال فولتج ب 3 فولت جميل نجيب الار سمول توتال فتطلع الار سمول توتال بتساوي كام 0.2 بلس 0.3 فتطلع 0.5 اومز جميل وعندي الاكسترنال ريزيستنس ب 2 اومز فيبقى اجيب الكرنت هيساوي البي بي توتال اللي هي ب 3 اوفر 2.5 فيطلع ب 1.2 امبيرز ده التوتال كرنت هو مش عايز التوتال كرنت هو عايز الريدنج اوف فولت ميتر فالفولت ميتر محطوط هنا ايه اكروس السوبر بطاريه الصغيره وينزل اذا كرنت باس فيبقى الريدنج اوف فولت ميتر بتساوي مين ها اي ام اف بلس لوست بوتنشال الاي ام اف بتاعتها ب 2 فولت بلس اللوست بوتنشال بيساوي 1.2 تايمز 0.3 فتطلع في الاخر خالص 2.36 فولت اللي هي الاجابه لتر بي Next. الفكرة الثالثة وانت بتذاكر لو عندي جراف والجراف انا رسمه ما بين الكارنت اللي بيمر في السيركت وما بين البي مين هي البي؟ الفولت ميتر اكروس البطارية If there is no current passes through the circuit يبقى الكارنت بيساوي زيرو فيبقى الريدنج الفولت ميتر بتساوي مين؟ EMF لما تشوف الجراف ده ثلاث حاجات انت حافظهم صم واحد القيمه هنا اسمها اي ام اف اثنين اي قيمه تحتها اسمها تيرمينال بوتنشال ثلاثه السلوب بتاع الجراف ده يديني الابسوليوت فاليو اوف انترنال ريزيستنس فالسلوب بتاع الجراف يديني الانترنال ريزيستنس او الابسوليوت فاليو اوف انترنال ريزيستنس كويس The opposite graph represents the relation between the potential difference between the terminals of a battery and the current passing in a circuit. كويس. الأول انتوا واخدين بالكو السكوير ب 2 يبقى هنا دي في نص السكوير بالظبط تبقى ب 9 وهنا دي في نص السكوير بالظبط تبقى دي 4.5. حلو. هو عايز ايه؟ The internal resistance يبقى الانترنال ريزيستنس هتساوي السلوب. والسلوب هيساوي y over x دلتا y over دلتا x فتطلع ب 9. over 4.5 عشان اجيب الابسوليوت فاليو فتطلع ب 2 اومز عايز الاي ام اف اوف ذا باتري شكرا يا باشا لما الكرنت يساوي 0 فالانترسكشن هنا يساوي الاي ام اف فتطلع بكام ب 9 فولت 9 فولت اوكي اللي بعدها ان ذا اوبوزيت جراف او ذا اوبوزيت جراف ريبريزنتس ذا فاريشن اوف بوتنشال ديفرنس بين تو بولز اوف تو الكتريك سيلز اكس اند واي With respect to the electric current intensities that passes in the circuit of each of them. Then the ratio between their internal resistance R of X على R of Y. يبقى عايز small resistance of X على internal resistance of X على internal resistance of Y. فبتساوي ها slope X over slope of Y. حلو. Slope of X بيساوي مين? 10, 30. Slope of Y بيساوي كام? كل الانجل دي اللي هي 1060 فيبقى 1030 over 1060 فبالكالكوليتر هتطلع لك الإجابة باللي هي 1 over 3 أوه. الفكرة الرابعة نخلي بالنا منها لما المسروق يقل المتبقي يزيد الأول نفهم لو انت في حرامي بيقابلك انت معاك مصروف 20 جنيه وحرامي شياكة كده قبلك وسرق منك العشرين جنيه كلهم فتبقى معك كام؟ صفر زيرو طب قدر ان في يوم من الايام قابلت حرامي شيك بس هو في الاخر خلص اسمه حرامي برضه فعايز بس يا دوبك يسرق حتة صغننة فانت معك عشرين جنيه هو سرق خمسة جنيه فتبقى معك كام؟ 15 جنيه اذا حينما يقل المسروق فالمتبقي يزيد لما يقل المسروق المتبقي يزيد نرجع بقى الفلوس اللي معاك اسمها اي ام اف المسروق هو اللوست بوتنشال والمتبقي هو اللوست سوري والمتبقي هو الترمينال بوتنشال اذا
فلوسك اللي معاك اي ام اف. المسروق هو اللوست بوتنشال. المتبقي هو التيرمينال بوتنشال. تعالوا مع بعض ناخد الاكزامبل الروعه بتاعه بتاع الوزاره الاول على الحته دي. اوكي، what would happen to the reading of the instruments indicated in the figure. الانسترومنتس اللي موجوده في الفيجر اميتر في 1 في 2 when the variable resistor R2 increased. لما ال R2 increased، بصوا بقى انتوا واخدين بالكم ان ال R1 وال R2 connected in series، فلو ال R2 increased يبقى ال R total بتاعه السيركت increased، فيبقى الكرنت في السيركت decreased. اقف عند الحته دي ده انا مش عارف البطاريه ليها internal resistance ولا لا. هنا خلي بالك، لو البطاريه ملهاش internal resistance فالفي 2 يظل ثابت، لكن لو ليها internal resistance الكرنت قل، المسروق اللي هو اي ار سمول هيقل، فالمتبقي اللي هو التيرمينال بوتنشال يزيد، يبقى الفي 2 هو التيرمينال بوتنشال. ده فولت ميتر اكروس البطاريه وين ذير ذا كرنت باسس ثرو ذا سيركت، فبيقرا مين؟ التيرمينال بوتنشال اللي هيزيد. كويس. طب والفي 1 هيحصل له ايه؟ الكرنت اللي داخل هنا احنا اتفقنا انه قل، فيبقى الفي 1 هيقل، فلما نيجي نبص كده يبقى الفي 1 هيقل والفي 2 هيزيد. تمام؟ يبقى الاميتر هيحصل له ايه؟ الاميتر decreases. طب في 1 decreases، في 2 increases، فيبقى الاجابه letter A، فالاجابه تبقى letter A. تعالوا ناخد الاكزامبل ده. The diagram represents a closed electric circuit. So when the variable resistance S is increased. The reading of voltmeter V1 and V2 يحصل له مين؟ لو الـ resistance of rheostat increases، increases بناء عليه، فإيه اللي يحصل؟ يبقى الـ total resistance بتاعت الـ combination دي هتزيد. طيب، لما total resistance تزيد، يبقى الـ R total هتزيد والـ current هيقل. المسروق يقل اللي هو اللوست بوتنشال، والمتبقي يزيد اللي هو التيرمينال بوتنشال. فالتيرمينال بوتنشال اللي هو التوتال فولتج اللي هتاخده الريزيستورز اللي موجوده في السيركت هتزيد، يبقى انا عرفت ان في 2 هتزيد. دي سهله. اللي تقيله شويه بقى، مش الكرنت في السيركت قل، يبقى الكرنت اللي داخل في الريزيستور دي الكرنت قل، يبقى الفولتج في الريزيستنس دي قل. انا ما بدورش على الريزيستور دي، يبقى الفولتج في الريزيستور دي هيزيد. اذا الفي 1 هيزيد والفي 2 هيزيد، وتبقى الاجابه انكريس انكريس ايها العظماء. وهنا لا يسعنا غير نقول الاوقات الحلوه بتعدي بسرعة، هتوحشونا. مع السلامة.